حسين يا غريب صاح حسين يا اخويا يا عباس صاح حسين يا اخويا يا عباس يا نور العين يا تاج على اويلي اويلي صاح حسين يا اخويا يا عباس يا اخويا انت الدرع والسيف والطاش شلون تروح وانا ابقى محيار بعد الالحاح قال له اذا اخي ابا الفضل اطلب لهؤلاء الصبية قليلا من الماء يا فرج الله اسمع سيدي يقول امامنا الباقر جاء عمي العباس الى المخيم واذا بالاطفال هبوا في وجهه صاح عماها العطش العطش رحم الله من لا دواء إماما وسيدا عماها العطش العطش لقد فتت قلوبنا هاي بشفة الآن تعال إلى توديع مولاتنا زينب يا لها ساعد الله قلبها جاءت إلى أخيها بلسان الحال يا أخويا لا تقول مدري يا أخويا يا أخويا لا تقول مدري أنا خايفة ينهتك ستري يا خويا يا خويا عقبكم ما ردت عمري أخذ سيفه وامتطى جواده وأخذ لواءه وحمل القربة متوجها إلى نهر الفرات يا مؤمنون كشفهم عن المشرعة وكان عددهم 4000 رجلا صلوات الله وسلامه عليه عندما برز إليهم فروا بين يديك الجراد المنتشر فرق جمعهم حتى وصل إلى نهر الفرات نزل من على ظهر جواده ركز لواءه على الأرض وهو لم يكترث بجمعهم أخذ القربة نزل إلى نهر الفرات يا لله ساعد الله قلب أبي الفضل كان أشد كان يتلظى عطشا يا مؤمنون عندما نزل إلى الماء أحس ببرودته مد يده ليشرب وإذا بصورة الحسين بين عيناه أشرب وابن رسول الله عطشانا يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني هذا حسين شارب هذا حسين وارد الموارد المنون وتشربين باردا يحاجي لنفس يا نفسي تهوني وياي وياي يحاجي لنفس يا كل الناس في دوا تروح لحسين ألف واسفة يا أخو ويا مالك معين رمى الماء من يده ثم ملأ القرب ماء أخذ سيفه وامتطى جواده ثم نزل إليهم متوجها إلى مخيم الحسين يقول أحدهم عندما برز أبو الفضل لم نر إلا رؤوسا تتطاير وجثثا تتناثر هذا وهو ينادي فيهم أين تفرون وأنا ابن منكس الرايات أين تذهبون وأنا ابن خواض الغمرات هذا وعين الحسين تلاحقه
ومولاتنا زينب وجهها في وجه الحسين كأن وجه الحسين يعكس لا سلامة قمر العشيرة. يا مؤمنون بينما هو كذلك وإذا بوجه الحسين قد تغير انخطف لونه وإذا بمولاتنا زينب. أخي أبا عبد الله ما الذي جرى على ابن والدي؟ قال لها أخي زينب قطعوا يمين العباس رحم الله من لا داوى عباسا وسيدا. ثم بعد لحظات قطعوا شماله عند ذلك بقي أبو الفضل متحيرا. جاءت إليه السهام تترى كأنها المطار سهم وقع في عينه اليمنى وسهم وقع في صدره وسهم وقع في القربة فأريق ماؤها. يا مؤمنون بينما هو كذلك وإذا بلعين جاء من خلفه ضربه بعمود من حديد على رأسه سقط إلى الأرض صريعا مناديا عليك من السلام أبا عبد الله مأيس وقاف عاف العمر من ساسي رايد ماما تولى غدار نوماسي طر وبعا مود الضغا يدراسي طاح ونداه سيد شباب الجنة.